بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله، عبده وصفيه وخالصته ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهل. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسبه، وحققنا بحسبه، وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونكرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرتك، واقذب بنا على الباطل فندمغه، وزج بنا في بحار الأحدية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كنا قد توقفنا في المجلس السابق عند قول الشارح رحمة الله عليه: وشبه الفعل أربعة أشياء: اسم الفاعل، وأمثلة المبالغة، والصفة المشبهة، والصف واسم التفضيل، أليس كذلك؟ هكذا، بلى. وشرحت بفضل الله علينا، علي وعليكم، ما معنى هذه الأشياء كلها: اسم الفاعل شرحته، وكذلك الصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، واسم التفضيل، شرحت هذا كله. وقلت، وكانت هذا القول إجابة عن سؤال سئلته، وأظن السائل كان فتح الله حينما قال: يعني هناك أشياء هي من نظير
شبه الفعل ولم يذكرها المصنف رحمة الله عليه والمؤلف أيضا وهو واحد، وكانت الإجابة نعم، هو ذكر بعضها الذي يشبه الفعل أو ما أشبه الفعل، ذكر بعضه ولم يذكر كله، لأنه ذكر اسم الفاعل وصيغ المبالغة أو أمثلة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل فقط. وإن كان قد أغفل القول عن المصدر، فالمصدر أيضا يرفع الفاعل، وكذلك أغفل القول عن اسم المصدر، واسم المصدر يرفع أيضا فاعلا، وأغفل القول عن اسم الفعل، واسم الفعل يرفع فاعلا، أغفل هذا. ولم نقل بأنه أغفل اسم المفعول، لماذا؟ لأن اسم المفعول يرفع نائب فاعل، ونحن في الفاعل لا في نائب الفاعل، فإغفاله اسم المفعول يعني هذا أمر حسن، لكن إغفاله هذه الأشياء المصدر واسم المصدر واسم الفعل لا بأس به أيضا، لأنه اكتفى بالبعض عن الكل، اكتفى بالبعض عن الكل هكذا. ثم بدأ رحمة الله عليه يمثل لهذه الأشياء، يمثل للذي أشبه الفعل في رفعه الفاعل، للذي أشبه الفعل في رفعه الإيه؟ الفاعل هكذا. قال فمثال اسم الفاعل مختلف ألوانه، من قول الحق تبارك وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس في سورة النحل، هذا هو الشاهد في قوله مختلف. فكلمة مختلف اسم فاعل عامل يعمل عمل الفعل فرفع فاعلا، وهو الذي قوله سبحانه وتعالى ألوانه، فمختلف عمل في الفاعل الذي بعده فرفعه. طيب لماذا عمل؟ قلت قبل ذلك لأن اسم الفاعل يعمل إذا اعتمد على واحد من خمسة أشياء، وهذه الخمسة أشياء هي النفي والاستفهام، ذكرت هذا في المجلس السابق، النفي والاستفهام والمخبر عنه والموصوف وصاحب الحال. والمخبر عنه ما هو؟ ما المخبر عنه؟ المخبر عنه هو المبتدأ أو ما كان أصله مبتدأ، هو المبتدأ أو ما كان أصله مبتدأ. طيب وإيه اللي كان أصله مبتدأ يا أولاد؟ قال لك اسم كان أخواتها، ده أصله مبتدأ صحيح؟ أو اسم إن وأخواتها، أو المفعول به الأول لظن وأخواتها، يبقى كل هذا كان أصله مبتدأ، وكذلك المبتدأ. طيب نجمع كل هذا في إيه؟ قال لك مخبر عنه، لأنه كله مخبر عنه، لأن اسم كان مخبر عنه بخبر كان، اسم كان مخبر عنه بخبر كان. فاسم كان يخبر عنه بخبر كان، اسم كان يخبر عنه
بخبر كان، واسم إن يخبر عنه بخبر إن، والمفعول به الأول لظن وأخواتها يخبر عنه بالمفعول به الثاني، لأني ظن وأخواتها بتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فالمفعول به الأول مخبر عنه والمفعول به الثاني هو الخبر هو الحكم، ولذلك جمع النحاة هذا كله في قولهم أن يكون معتمدا اسم الفاعل، يعني أقصد أن يكون معتمدا على مخبر عنه، وعرفوا المخبر عنه بأنه المبتدأ أو ما كان أصله إيه؟ مبتدأ. هذا هو مفهوم؟ فهم؟ ولا أكرر لك؟ طيب بارك الله فيك. هنا مختلف ألوانه، اسم الفاعل مختلف اعتمد على موصوف الذي هو شراب، يخرج من بطونها شراب، إيه صفته؟ مختلف ألوانه، وكأنك تقول في غير القرآن يخرج من بطونها شراب يختلف ألوانه، في غير القرآن، ولكن القرآن آثر أو فضل أن يستعمل مختلف لعلة إعجازية تطلبها عند البلاغيين لا عند النحاة. هذا هو. وأعراب الآية هكذا: يخرج فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أو على آخره. يخرج من بطونها من حرف جر، حرف مبني لا محل له من الإعراب، وكلمة بطون اسم مجرور وعلامة جره الكسر، مجرور بمن، والجار والمجرور متعلق بالفعل، وقلنا التعلق معنى التعلق هو الارتباط المعنوي بين الجار والعامل، وأنا فضلت كلمة العامل عشان أقول لك إن كون الجار متعلق، كونه متعلقا هذا دليل على أن العامل يعمل فيه، دليل على أن العامل يعمل فيه، ولذلك قلنا العامل اللي هو الفعل بيرفع فاعل وينصب المفاعيل وينصب الحال ويتعلق به الجار والمجرور، يبقى التعلق هذا من صميم عمل الفعل أو من صميم عمل العامل سواء كان فعل أو ما أشبه الفعل، سواء كان فعل أو إيه أو ما أشبه الفعل، أهو ما أشبه الفعل أهو، يبقى من بطونها متعلق بإيه؟ بيخرج. طيب، والها مضاف إليه، بطون مضاف، والها ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. شراب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أو على آخره. مختلف صفة مرفوعة، والصفة تتبع الموصوف تبعته بالرفع، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها، وهي اسم فاعل عامل، تقول هكذا في الإعراب، واسم فاعل عامل لاعتمادها على موصوف. شراب مختلف ألوانه، ألوانه فاعل لاسم الفاعل، فاعل لاسم الفاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. هكذا
مفهوم يا طلاب العلم؟ طيب، قال: فمثال اسم الفاعل مختلف ألوانه، ومثال ما يفيد المبالغة أضراب زيد، أضراب زيد، أو أفهام أنت الدرس. هذا هو. وصيغة المبالغة أو أمثلة المبالغة اللي هي ضراب فعال، يعني اعتمدت على استفهام، اعتمدت على إيه؟ على استفهام. وإعرابها هكذا. وفيها نكتة نحوية مهمة: الهمزة للاستفهام حرف مبني لا محل له من الإعراب. ضراب ده اسم، وما دام جاء في أول الكلام يبقى مبتدأ. طب والمبتدأ نكرة، هل يكون في مبتدأ نكرة؟ قال لك لا، زي ما هناخد إن شاء الله. قال لك بس يجوز من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام. يبقى ده من ضمن المسوغات التي ذكرها الأئمة في كتب النحو. وبرضو الإمام الأشموني رحمة الله عليه أوصلها إلى 32 مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة في شرحه على ألفية ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هكذا. يبقى قال لك المبتدأ إذا كان نكرة يجوز الابتداء به إذا كان معتمدا على نفي أو إذا كان معتمدا على استفهام. يبقى ده معتمد على استفهامه، يبقى ده مبتدأ. طيب زيد ده فاعل ولا خبر؟ لأن المبتدأ يتطلب خبرا، وصيغة المبالغة أو أمثلة المبالغة تتطلب فاعلا. طب نعمل إيه في الإشكال دي؟ قالك مفيش إشكال ولا حاجة، هي فاعل. لأن العمل مقدم للفعل. العمل ليه نخليناها فاعل وليه ما خليناهاش خبر؟ قال لك لأن العمل مقدم للفعل. يعني لما يقول لك في فعل هنا يبقى ده اعمله. ليه؟ قال لك لأن الفعل أقوى العوامل. طب وأقوى العوامل ليه؟ كل حاجة لها علة عندهم. قال لك الفعل أقوى العوامل لأنه يعمل مذكورا ويعمل محذوفا ويعمل مقدما ويعمل مؤخرا. يبقى بيعمل على كل جهة وعلى كل حال. يبقى لذلك هو أقوى العوامل. بينما غيره لا يعمل إلا إذا كان كذا، يعني إلا إذا كان مقدما أو إلا إذا كان مذكورا. لأنه غيره ضعيف، عامل ضعيف، لكن الفعل عامل قوي فبيعمل على كل حال. ومن ثم أخذ ما أشبهه شيئا من قوتي، أخذ ما أشبهه أي ما أشبه الفعل شيئا من قوة الفعل، فصار عمله مقدم وهو ضراب صيغة مبالغة وفي نفس الوقت هي مبتدأ. طب أيهما نقدمه في العمل؟ أنجعل العمل للمبتدأ أو لكونها صيغة مبالغة؟ قال لك لا، صيغة مبالغة، لأن لا يشبه الفعل، ولما أشبه الفعل أخذت شيئا من قوة الفعل فعملت لأنها صيغة إيه؟ مبالغة. ما نقدرش نقول مبتدأ، لأن المبتدأ يعمل، لو عمل هيرفع خبر. لكن قال لك لا، اترك عمل المبتدأ دلوقتي وأعملها لأنها صيغة إيه؟ مبالغة، فرفعت فاعل اللي هو زيد.
يبقى صار إعراب زائد إيه؟ فاعل لصيغة المبالغة العاملة، لصيغة المبالغة العاملة مرفوع. طب وهل هناك مبتدأ من غير خبر؟ قال لك لا، نخليها برضو خبر. إزاي؟ قال لك تقول فاعل بس نقول جملة إيه؟ سد ما سد الخبر، وكأن الفاعل قام مقام الإيه يا أولاد؟ الخبر، قام مقام. يبقى نيجي نعلن نقول كده، زيد فاعل لصيغة المبالغة العاملة مرفوع بها بصيغة المبالغة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وبعد كده نقول إيه؟ نزيل الإعراب بقولنا سد ما سد الخبر. هذا هو يا حازم. ما فيش هذه ولا خلاص؟ لا بأس، لا بأس، لا بأس. طيب خلاص، طيب مفهوم يا أولادي؟ نكرر، نكرر. ماذا أكرر يا أمزر؟ حاضر. زيد فاعل لصيغة المبالغة العاملة. طب وعاملة ليه يا أولاد؟ قال لك لاعتمادها على استفهام. يبقى ده فاعل لصيغة المبالغة العاملة مرفوع بها، يعني مرفوع بصيغة المبالغة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وبعد كده نقول إيه؟ سد ما سد الخبر. هذا هو مفهوم يا فتح الله؟ ها؟ جملة سد ما سد الخبر. مالها؟ اشرح. حاضر. يقول، يسأل فتح الله، فتح الله، ما معنى سد ما سد الخبر؟ يعني الفاعل حل محل الخبر وكأنه هو الخبر، كأنه وشبيه الشيء ليس الشيء، كما مثلنا قبل ذلك. شبيه الشيء ليس هو، صحيح؟ لما أقول زيد كالأسد هو بيشبهه بس، لكن زيد حاجة والأسد حاجة. يبقى أقول وكأنه الخبر، لكن هو مش خبر، ولكن هو قام مقام الخبر. طب في إيه؟ في أي شيء قام مقام الخبر؟ قام مقام الخبر في إتمام المعنى، لأن الخبر هو الجزء المتمم الفائدة مع المبتدأ، هو الجزء الإيه؟ المتمم الفائدة مع المبتدأ، أليس كذلك؟ يبقى هو سد ما سد الخبر في كونه أتم المعنى الذي يحسن السكوت عليه، الذي إيه؟ يحسن السكوت عليه، لأن الخبر هو الجزء المتمم الفائدة مع المبتدأ، أليس كذلك؟ بلى. يبقى هو أشبه الخبر في ذلك. فهمت يا فتح الله؟ أكرر، بارك الله فيك. طيب، ومثال ما يفيد المبالغة أضراب زيد، ومثال الصفة المشبهة زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه. ويجوز أن تقول وجهه، بس ما لناش دعوة بالإعراب ده دلوقتي، على المشبه بالمفعول به. في حاجة اسمها مفعول به، في حاجة اسمها المشبه بالمفعول به، بس ده بعدين هنعرفه إن شاء الله. طيب، إيه إعراب المثال لهذا الجميل؟ قال لك زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حسن هذا هي خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو صفة مشبهة. وقلنا ليه اسمها صفة مشبهة؟ قلناها في المجلس السابق. طيب عاملة، طيب عاملة عملت ايه؟ قال لك رفعت فاعلا. فين فاعل؟ قال لك وجهه. وكأنك تريد ان تقول زيد يحسن الوجه،
أو حسن الوجه، هذا هو. يبقى الألف واللام بدل إيه؟ بدل الضمير حسن الوجه أو حسن وجهه، يبقى وجهه فاعل، إعراب وجهه فاعل مرفوع بالصفة المشبهة العاملة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. هذا هو. نكرر حاضر نكرر. إعراب المثال هكذا: زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وحسن خبر مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو صفة مشبهة عاملة أيضا لاعتمادها على مخبر عنه. طيب عملت إيه؟ رفعت الفاعل. أين الفاعل؟ قال لك وجهه. يبقى إعراب وجهه فاعل، وجهه إعرابه فاعل للصفة المشبهة العاملة مرفوع بها، يعني بالصفة المشبهة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ووجه مضاف، والهاء ضمير مبني أو ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. هذا هو. جيد. أكرر يا أولادي. نعم يا إسماعيل. حسن هو صفة مشبهة عاملة، هل هناك صفة مشبهة غير عاملة؟ إذا لم تكن، إذا لم تتحقق شروط العمل، وهل اسم الفاعل، ولماذا لم تسأل السؤال ده في اسم الفاعل وفي الصيغة المبالغة؟ ما هو كله سواء يا إسماعيل. وهل اسم الفاعل دوما يعمل؟ لا، يعمل في موضعين اثنين: إذا وقع صلة لآل الموصولة يعمل دون شروط، وفي كل الأزمنة. ده الموضع الأول ولم أذكره لأن لا مجال له. والموضع الثاني إذا اعتمد على واحد من خمسة اللي أنا قلناه، لما أقول لك الساكت عن الحق شيطان آخر. الساكت هنا اسم فاعل عامل، ليه؟ لأنه وقع صلة لأل الموصولة. الشاتم يعرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. عنترة بن شداد قال لك كده في المعلقة بتاعته: الشاتم يعرضي والناذرين دمي. ده عمل للناذرين لأنه وقع صلة لآل الموصول، لأن الألف دي في الناذرين أو الشاتمي مش ألف ولام تعريفية، دي ألف ولام بمعنى الذي أو اللذان، فهم؟ الساكت عن الحق شيطان. الساكت أي الذي يسكت، الساكت هنا بمعنى الإيه؟ الذي يسكت. يبقى الألف واللام في الساكت مش ألف ولام تعريفية، لا، اسمها ألف ولام موصولة. اسمها إيه؟ ألف ولام موصولة. ومدام اسم الفاعل وقع صلة لأل الموصولة يعمل دون شروط، ملوش شروط خلاص. لكن اسم الفاعل في الموضع الثاني يعمل بشرط أن يكون معتمدا على كذا وكذا وكذا، فهم؟ طيب ها سؤال تاني. يلا يا أولاد قول يا فتح الله. أعد سؤالك. أيوة، ترتيب الإعراب في حسن. لا، أذكر الوظيفة أولا. الوظيفة أولا سأذكر، سأقول لك الآن. هات لك سؤال. ليس. طيب فتح الله يسأل في إعراب حسن،
أغلق الباب. هل هو له ترتيب في الإعراب يعني أيهما أبدأ بالوظيفة أو بالعمل؟ لا، أبدأ بالوظيفة. تقول خبر المبتدأ مرفوع، أنا بدأت بالوظيفة كده، وبعدين بعد كده تقول إيه وهو صفة مشبهة عمال اعتمادها على كذا 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 كما قلت قبل قليل. هذا هو جيد، بارك الله فيك. سؤال ثاني في قبل أن ندخل في مسألة الكحل، ها في سؤال؟ طيب، ومثال اسم التفضيل، خلي بالك هنا بقى، اسم التفضيل ده مسألة اسمها مسألة الكحل، معروفة في النحو كده بمسألة الايه الكحل. عارفين الكحل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أكحل العينين، ها، واختلفوا في أكحل العينين دي في شمائل صلى الله على سيدنا رسول الله. قال لك أكحل العينين يا أولاد معناها، هل معناها إن هو كان يضع كحلا في عينيه، ولا أكحل العينين خلقة؟ فاهمين السؤال اختلاف؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الكحل في عينيه، ولا كان خلقته أكحل العينين؟ اختلفوا العلماء ومفسر الأحاديث على رأيين اثنين، والرأي الراجح هو أن الله سبحانه وتعالى خلقه أكحل العينين، وكأنه يضع كحلا في عينيه صلى الله عليه وسلم، كأنك خلقت كما تشاء. مش شوقي قال كده، ولا البصيري، الإمام البصيري قال هكذا، ها، فكان جميل الخلقة صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني قال لك لا، ده كان يكتحل، ولذلك العلماء قالوا الاكتحال سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم، فالمسألة دي اسمها مسألة الايه الكحل. اولا عشان تفهم مسألة الكحل يا اولاد، لابد ان تعرف ان اسم التفضيل الاصل فيه ان يرفع فاعلا مستترا دوما. افهم ذلك وافهمي هذا، اسم التفضيل يرفع فاعلا مستترا دوما، يعني على طول بلهجة المصريين كده يقولك على طول. يعني لما أقول لك زيد أطول من أخيه، يبقى أطول دي فيها ضمير مستتر، فيها فاعل مستتر تقديره هو، يعود على زيد. تمام؟ طيب، إلا في مسألة واحدة يرفع فاعلا ظاهرا، هي مسألة الكحل، يرفع فاعلا ظاهرا وهي مسألة الكحل، ولذلك مثل بها المؤلف لأنها أظهر في العمل من عادة اسم التفضيل. لأن اسم التفضيل قلنا بيرفع فاعلا مستترا دائما، إلا في مسألة واحدة هي مسألة الكحل، ولذلك مثل بها لأنه أظهر. أنا أكرر الكلام، أحب أن أكرر الكلام مرتين حتى نفهم إن شاء الله. قال: ومثال اسم التفضيل ما رأيت رجلا أسرع إلى نفسه الخير منه إلى نفس علي. هذه مسألة الكحلة. طبعا هو أتى بمثال آخر، لأن كل كتب النحو تمثل لمسألة الكحل، اللي هي ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. هذه المثال اللي بيجيبه كتب النحو، لكن هو أتى بمثال آخر وقال: ما رأيت رجلا أسرع إلى نفسه الخير منه إلى نفس علي.
طيب هنعرف المثال بعد كده بعدين، بس عايزين نفهم ضابط المسألة. ايه ضابط المسألة يا اولاد؟ قال لك ضابط المسألة ان يأتي اسم التفضيل صفة لموصوف نكرة. وهنطبق الكلام ده على المثال الموجود، ان يأتي اسم التفضيل صفة لموصوف النكرة مسبوق بنفي او ما اشبه النفي، بنفي زي ما هذه نافية. طب وإيه اللي أشبه النفي؟ قال لك الاستفهام الذي يشبه النفي الاستفهام. يعني إيه؟ يعني من الممكن أن تقول هل رأيت رجلا أسرع إلى نفسه الخير منه إلى نفس علي؟ من الممكن أن تقول ذلك. يبقى ضابط المسألة، اكتب هكذا يا ولد، ضابط المسألة أن يأتي، اكتب أن يأتي اسم التفضيل صفة لموصوف النكرة، واحدة واحدة، أن يأتي اسم التفضيل صفة لموصوف النكرة مسبوقة، لموصوف النكرة مسبوقة بنفي، أي حالة كون هذه النكرة مسبوقة بنفي، هذه مسبوقة منصوبة على الحال، أي حالة كون هذه النكرة مسبوقة بإيه؟ بنفي أو ما أشبه النفي. اكتب هذا يا ولد عشان تفهم كده وهشرحه بعدين. أو ما أشبه النفي. وأن يكون الاسم المرفوع، وأن يكون الاسم المرفوع الذي، وأن يكون الاسم المرفوع الذي هو فاعل اسم التفضيل، وأن يكون الاسم المرفوع الظاهر، زود الظاهر دي، وأن يكون الاسم المرفوع الظاهر الذي هو فاعل اسم التفضيل أجنبيا عن الموصوف، أجنبيا عن الموصوف. ومعنى، اكتب هذا، اكتب، ومعنى أجنبيا ألا يتصل، ومعنى أجنبيا ألا يتصل به ضمير يعود على الموصوف، ألا يتصل به ضمير يعود على الموصوف. نعم. وأن يكون ذلك الاسم، وأن يكون ذلك الاسم الأجنبي مفضلا على نفسه، وأن يكون الاسم الأجنبي مفضلا على نفسه باعتبارين اثنين، وأن يكون الاسم الأجنبي مفضلا على نفسه باعتبارين اثنين. ومعنى مفضلا على نفسه أي هو مفضل ومفضل عليه، أي هو مفضل ومفضل عليه. ومعنى مفضلا على نفسه أي هو مفضل ومفضل عليه في نفس الوقت يا أولاد، مفضل ومفضل عليه. والاعتباران هما اعتبار الأكثرية في المفضل، والاعتباران هما
اعتبار الأكثرية في المفضل، والاعتبار الثاني اعتبار الأقلية في المفضل عليه. هذه مسألة الكحل يا أولاد. نشرح بقى، كتبنا كده الكل كتب، نريد أن نشرح هذا الذي كتبناه. والاعتبار الثاني اعتبار الأقل أو الأقلية في المفضل عليه. نعم، اللي هو الأجنبي ده مفضل على نفسه. عايز يعني تكتب ثاني مفضل على نفسه. ومعنى مفضل على نفسه أي أنه مفضل ومفضل عليه، أي أنه مفضل ومفضل عليه. والاعتباران كتب خلاص. هذا نشرح مدرسة مسألة الكحل. لما بقول يا أولاد زيد أفضل من أخيه، زيد أفضل من الاسم المرفوع هنا، الاسم المرفوع اللي هو الضمير المستتر ليس أجنبيا. افهم معي كده المسألة من البداية. لما أقول زيد أفضل أو أكرم من أخي، أو محمد أكرم من زيد، قلنا أكرم فيها ضمير مستتر فاعل تقديره هو. الضمير المرفوع هذا الذي هو ليس أجنبيا عن اسم التفضيل. ليه؟ لأنه يعود على زيد فليس أجنبيا، صح؟ لكن لما أقول لك الكحل أو الخير ده أجنبي، أجنبي عن الموصوف، لأنه بقول لك إيه؟ ما رأيت رجلا أسرع إلى نفسه الخير. الخير ده أجنبي. لماذا أجنبي؟ لأن ليس فيه ضمير يعود على الموصوف، فهو أجنبي عنه. صحيح؟ يبقى أدي الفرق بين الاسم المرفوع في البداية، بين الاسم المرفوع المستتر والاسم المرفوع الظاهر. الاسم المرفوع المستتر ده مش أجنبي لأنه ضمير، وما دام ضمير يبقى لابد أن يعود على شيء. صحيح ولا مش صحيح؟ الاسم المرفوع اللي هو الفاعل المستتر ده معناه أنه هو ضمير، وما دام هو ضميرا يبقى لابد أن يعود على شيء ما، وما دام هو يعود على شيء ما فليس بأجنبي. لأن الضمير أي ضمير له عود. صحيح؟ وهذا يدل على أنه ليس أجنبيا. لكن الاسم المرفوع في مسألة الكحل مش ضمير، ده اسم ظاهر، وما دام هو اسم ظاهر يبقى أجنبي. صحيح ولا مش صحيح؟ بالعقل هكذا الأمر يسير جدا جدا جدا. نحلل الكلام هنلاقي المسألة سهلة قوي. طيب نرجع تاني ونشرح ونقول بقى اللي احنا قلناه ونشرح. ضابط المسألة أن يأتي اسم التفضيل صفة لموصوف نكرة. انظر معي في المثال، ما رأيت رجلا أسرع، هذا اسم التفضيل هو أسرع. أسرع إعرابه صفة، فين الموصوف؟ أين الموصوف؟ ما قبله اللي هو كلمة رجل. رجل دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. يبقى أدي أول ضابط أن يأتي اسم التفضيل صفة لموصوف نكرة اللي هو إيه؟ رجل. وهذه النكرة مسبوقة
بنفي أو ما أشبه النفي، هي ضبط المسألة كده. يبقى هي في ماء اهي. طيب انتهينا. نأتي إلى جزء آخر. قال لك إن اسم التفضيل ده عمل فرفع فاعلا ظاهرا اللي هو إيه؟ الخير. يبقى الخير دي فاعل لاسم التفضيل العامل. الفاعل هنا ظاهر، اسما ظاهرا. الفاعل هنا اسم ظاهر، وما دام اسم ظاهر كما قلت في بداية الكلام في شرح المسألة يبقى هو أجنبي، ولذلك اشترط النحاة أن يكون الفاعل مرفوع الظاهر أجنبيا عن ماذا؟ اقرأ كده ما قلت لك، بشرط أن يكون إيه؟ أجنبيا عن إيه؟ وإيه الموصوف؟ اللي هو الرجل، وهو المفضل، هو الإيه؟ المفضل. طيب لكن هناك الضمير زيد أكرم من أخيه، أكرم هو يعود على المفضل. يبقى الفعل المرفوع المستتر ليس أجنبيا هناك، بينما الفاعل المرفوع الظاهر هنا إيه؟ أجنبي. يبقى قال النحاة وشرط ذلك أن يكون الفاعل المرفوع الظاهر أجنبيا عن الموصوف اللي هو رجل. طب ومعنى أجنبي إيه؟ إن هو لا يتصل به ضمير يعود على الموصوف، علشان يكون لكي يكون مقطوعا عنه لا صلة بين الفاعل الظاهر المرفوع وبين الموصوف، بل هو مفيش صلة بينهم. لكن في زيد أكرم من أخيه في صلة، لأني أكرم فيه ضمير مستتر يعود على زيد، فهنا في علاقة هو. لكن هنا مقطوع العلاقة عنه، لا علاقة البتة بين الاسم المرفوع الظاهر الذي هو الفاعل وبين الموصوف، ولذلك قال أجنبي، أن يكون أجنبيا عنه. ومعنى كونه أجنبيا أي أنه لا يتصل به ضمير يعود على الموصوف. طيب أدي رقم 2. طب رقم 3 في الضابط المسألة، قال لك الاسم المرفوع مفضل ومفضل عليه. قال لك إيه؟ ها؟ فاعل أجنبيا موصوف بأن يتصل به ضمير يعود، ده خلاص. والاسم الأجنبي مفضلا على نفسه، قال لك كده مفضلا على إيه؟ على نفسه. يعني الخير، خلي بالك يا ولد، افهم والله فهما عميقا وبانضباط. الخير مفضل ومفضل عليه، مفضلا على نفسه، يعني لأنه يقع في المفضل بصورة أكثرية. الخير يقع في المفضل بصورة أكثرية، ويقع في المفضل عليه بصورة أقلية، فهو مفضل ومفضل عليه، وهذان هما الاعتباران. قال لك وبشرط أن يكون الاسم المرفوع الظاهر الذي هو الفاعل مفضلا على نفسه باعتبارين. يعني إيه مفضل على نفسه؟ يعني الخير مفضل ومفضل عليه. مفضل لأنه يقع بصورة أكثرية في المفضل، ومفضل عليه لأن الخير أيضا يقع بصورة أقلية في المفضل عليه. يبقى هذا هو. شوف انظر، ما رأيت رجلا
أسرع إلى نفسه. الهاء دي تعود على إيه؟ على الرجل. يعمل اكتب كده عشان لما تيجي تذاكر. الهاء في نفسه تعود على رجلا. إلى نفسه الخير منه. منه قبل ما أقول الهاء في منه تعود على إيه هقول لك. نرجع تاني لزيد أكرم منه، أكرم من أخيه. هنشيل أخيه ونكتب أكرم منه. أكرم منه الهاء ديت تعود على إيه؟ تعود على زيد أكرم، أكرم منه. الهاء دي مفضل عليه، يعني تعود على المفضل عليه المحذوف، أو تعود على أخيه من أخيه، صح؟ يبقى الهاء في زيد أكرم من منه الهاء تعود على المفضل عليه، أليس كذلك؟ طب نرجع هنا، قال لك الخير منه. طب الهاء دي تعود على ايه؟ تعود على ايه؟ ها من يجيب؟ الهاء تعود على ايه؟ اجيبه واخطأه لا بأس هنتعلم. هيا يلا اسماعيل تعود على ايه؟ الله اكبر صحيح زادك الله. الهاء في منه تعود على الخير، لأن الخير قلنا مفضل، مفضل عليه، لا تنسى هذا. فكما أن الهاء في زيد أكرم منه، منه تعود على المفضل عليه، فمنه هنا تعود على الشيء الذي محل التفضيل اللي هو الخير، اللي هو الإيه؟ الخير. فقوله ما رأيت رجلا أسرع إلى نفسه الخير منه، الهاء تعود على الخير، إلى نفس علي. هكذا يبقى هذه مسألة الكحل، مفهوم؟ وقالوا ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، المثال المشهور. هكذا. وقالوا مثال آخر، قالوا مثال آخر. نعم المعروف حاضر. ما رأيت نفس الكلام عن يعني غير فقط. ما رأيت رجلا أسرع، لا اكتب أحسن، أسرع اكتب أحسن، بدل ما تقول إلى نفسه اكتب في عينه، صح؟ هي الخير يسرع إلى، لكن الكحل حلو فيه. يبقى تقول إيه؟ بدل ما تقول أسرع إلى نفسه قل أحسن في عينه، هي بدل ما تقول الخير قل الكحل، بدل ما تقول الخير قل الكحل. منه هي منه. إلى نفس علي هتقول في عين زيد، بدل إلى نفس تقول في عين زيد. هذا المثال المشهور في عين زيد. طبعا. طب اكتب مثال آخر جميل. يقول لك إيه؟ يقول لك هل جاء، أشبه بقى بالنفي بقى، هل جاء رجل بدل ما تقول ما رأيت رجلا قل هل جاء رجل، يعني غير. هل جاء رجل أقبح فاعل صفة مرفوعة. هل جاء رجل أقبح في وجهه اللحية، اللحية دي الاسم الأجنبي المرفوع، اللحية منها. طب أنا ليه ما قلتش منه؟
لان راجع على اللحيه، لان منه الهاء تعود على الخير او الكحل، الكحل مذكر والخير مذكر. طب اللحيه يبقى تقول منها، وهذا دليل على ان الهاء تعود على الايه، على الاسم الاجنبي. ما جاء او هل جاء رجل اقبح في وجهه اللحيه منها في وجه زيد، في وجه زيد، يبقى ادي مثال اخر مثلوا به ايضا. وهذا المثال موجود في الحواشي، في حاشية الصبان موجودة، وأنا نقلته من الحواشي، موجود في حاشية الصبان هذا وفي حاشية أخرى كثيرة. هل جاء رجل أقبح في وجهه اللحية منها في وجه زيد؟ نفس الكلام، ما هذا ضابط، مسألة على نمط واحد. يبقى أنت هنا اللحية مفضل ومفضل عليه، يعني مفضلة على نفسها باعتبارين، جميلة جدا في المفضل، وجميلة أقل منها في المفضل عليه. فاللحية مفضل ومفضل ومفضل عليه باعتبارين اثنين، مفضلة على نفسها باعتبارين اثنين، اعتبار الأكثرية في المفضل واعتبار الأقلية في المفضل عليه. وهكذا داوليك يا طلاب علمي في كل مثال. هذا هو. في سؤال؟ طيب نعرف بقى المثال، نعرف المثال هكذا. ما نافية، ما نافية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذا هو. ما رأيت، رأيت فعل ماض مبني، فعل ماض مبني على الفتح المقدر، فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره دفع كراهة وجود أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. نعم. طيب، ها تريد أن تسأل عن شيء؟ ها أنت جيد، فاهم جيدا، بارك الله فيك، زادك الله، آمين يا رب. نعم. ماذا؟ تفضل. والله وأنا أريد أن أدخل أيضا، ولكن العلم يعني طيب بعدك إن شاء الله. ما رأيت، والتاء تاء الفاعل، ضمير رفع متصل، ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. رأيت. طب رجلا، قال لك مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة. أسرع، قال لك صفة منصوبة وعلامة النصب الفتحة، وهي ممنوعة من الصرف، خلي بالك، لأن إيه؟ للوصفية ووزن الفعل، بس مش هيظهر هنا لأن هنا منصوبة هكذا. طيب، أسرع إلى نفسه، إلى حرف جر، حرف مبني لا محل له من الإعراب، مبني على السكون، ونفس اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وإلى نفسه جار ومجرور متعلق باسم التفضيل. هذا هو. أسرع إلى نفسه الخير فاعل مرفوع باسم التفضيل، فاعل مرفوع باسم التفضيل،
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. منه، منه من حرف جر، من حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر اسم مجرور، والجر والمجرور متعلق بمحذوف حال من الخير، حال من الخير. منه الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الخير. تمام، تمام. إلى نفس علي، إلى حرف جر ونفس اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، وعلي مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة، وأيضا إلى نفس برضو جر ومجرور متعلق بحال، محذوف بحال أيضا. هذا هو. يبقى آدي إعراب إيه يا أولاد؟ مسألة الكحل. وقس على ذلك ما قلناه من الأمثلة الأخرى. بدل، ولكن بدلا من أن تقول ما رأيت رجلا، هتقول هل جاء رجل فعل وفاعل، وأقبح صفة مرفوعة، هكذا فقط لا غير. طيب، هل هناك سؤال؟ مسألة الكحل فهمت؟ ها؟ فهمت جيدا يا أولاد؟ أريد أن أقول لأني من المسائل الصعبة في النحو مسألة الكحل ومسألة الزنبوقية وكلام ده، مفهومة مسألة الكحل؟ الحمد لله. طيب، ومثال الاسم المؤول، قلنا الاسم الصريح الفاعل هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، وكل اللي فات ده اسم صريح. طب والمؤول بالصريح اهو هيجي لك اهو. قال لك ومثال الاسم المؤول قول الحق تبارك وتعالى اولم يكفهم انا انزلنا اليهم الكتاب يتلى عليهم، اولم يكفهم انا انزلنا. طيب هنا الاسم الفاعل اللي هو اسم صريح، اسم مؤول بالصريح، يعني ايه مؤول بالصريح؟ يعني لابد ان يكون مصدرا مؤولا، هكذا. هذه قاعدة يا اولادي، لابد ان يكون مصدرا مؤولا. ما الشمس ينبغي لها ان تدرك الايه القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال لك ينبغي ده فعل مضارع، للشمس ينبغي، فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. طب وإيه فين الفاعل؟ للشمس ينبغي لها، إذا جر مجرور، أن تدرك. قال لك هو ده الفاعل، المصدر المؤول ده، أن تدرك، أي للشمس، للشمس ينبغي إدراكها لليل القمر، لأن الشمس ما دام في شمس ما فيش قمر، وما دام في قمر ما فيش شمس، سنة الكون، نظام الكون، وربنا خلق الكون كده عبث، حاشا وكلا، كله بقدر. طيب يبقى ادي المصدر المؤول اهو، اللي هو يكون ايه يا اولاد؟ فاعل، يبقى ده اسمه مؤول بالصريح، ان تدرك، يبقى ده مصدر مؤول في محل رفع فاعل، ويؤول بإدراك، يؤول بإيه؟ بإدراك. طيب المصدر المؤول أن فقط، أن والفعل، قال لك لا ده فيه ست حروف، خمسة باتفاق وواحد فيه خلف، يعني فيه خلاف. ايه الخمسه ديت اللي حروف المصدر يا شهير؟ قال لك امها، ام حروف المصدر ان، زي يريد الله ان يخفف، ادي ده مصدر مؤول ان. طب ادي ان. طب واثنين، قال لك ما،
بالترتيب كده ما. طب وثلاثة قال لك أن مفتوحة الهمزة، أن الناسخة بس مفتوحة الهمزة مش إن، إن لا أن. ثلاثة. طب وأربعة قال لك كي، كي اللي هي بتأتي ناصبة للمضارع بس فيها شغلانة كده هنقولها إن شاء الله، ولا قلناها مش فاكر قلناها لسه. طب والخامس ايه؟ قال لك لو. يبقى ادي خمس حروف مصدرية باتفاق، لكن في واحدة فيها خلف من المحادة مصدر مش مصدري، جماعة قالوا او جماعة قالوا لا او وهكذا. طيب يبقى ادي المصادر المؤولة اللي هو المؤول بالصريح ممكن يقع فاعل، وقال لك اولم يكفيهم ان انزلنا، يعني اولم يكفيهم انزالنا الكتاب، فانا انزلنا ده مصدر مؤول كله كده في محل رفع فاعل يكفي، لان يكفيهم ده فعل ومفعول. طب وفين الفاعل؟ قال لك انا انزلنا كلها. طب بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون من ثلاث اشياء، ان واسماء وخبر. طب فين هذه؟ قال لك أن أصلها أن زائد النا، أن أصلها هكذا أن الناسخة بنونين لأن النون مشددة، وفي كمان نون ثالثة اللي هي نون نا. طب نعمل ايه؟ قال لك هنحذف واحدة تخفيفا، واختلفوا بقى في ايهم، هل نون من ان ولا نون التانية، المهم اختلفوا قالوا هنحذف نون وخلاص، ثم نضغم النون في النون وبقت ان. يبقى دي ايه؟ ان واسمها. طب وفين خبرها؟ قال لك انزلنا جملة فعلية، جملة فعلية. طب ولما اجي اول لما اجي اول المصدر المؤول من ان واسماء وخبر اعمل ايه؟ انظر الى الخبر، اول حاجة تنظر فيها الى الخبر، لو لقيته فعل متصرف او مشتق هات منه المصدر وروح اضيفه الى اسم ان، صار اسم صريح. انزل انزال فعل متصرف هات منه المصدر انزال، ثم ضيفه للنا فتقول انزالنا، اولم يكفيهم انزالنا. طب افرض نظرت الى الخبر وقيته جامد او شبه جملة اعمل ايه؟ قال لك هات كلمة كون وروح ضيفها لاسم ان، ويبقى هو ده المصدر. ويحسبون أنهم على شيء، ويحسبون أنهم على شيء أي ويحسبون كونهم على شيء، أنهم جبت كون وأضفت إلى اسم أن ورحت حط الخبر هو ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون كونهم على شيء. مفهوم يا أولاد ولا أكرر؟ طيب أهو، أولم يكفيهم أنا أنزلنا أي إنزالنا، وإعراب الآية هكذا. أولم يكفيهم أو إيه أوى دي يا ولد؟ أوى دي فيها اتنين حاجتين، الهمزة والواو. طب الهمزة دي إيه؟ قال لك دي استفهامية. طب والواو عاطفة. ومعنى هذا تقدير الكلام، وألم يكفيهم هذا هو تقدير الكلام، وألم يكفيهم أن أنزلنا إليهم الكتاب يتلى عليهم،
ولكن عمل تقديم وتأخير. طب ليه؟ قال لك لأن واد فتح هو أصل من أصولهم. قال لك لأن من أصولهم صدارة الاستفهام. أصل من أصولهم من أصول النحو صدارة الاستفهام، يعني أدوات الاستفهام لها الصدارة، ما ينفعش أبدا تقدم عليها شيء، ومن أجل ذلك قدموا الاستفهام وأخروا العطف. يبقى أولم أصلها أصلها وألم يكفيه. طيب مدام ده أصلها ليه عملنا ألمنا؟ قالك لأن الهمزة همزة الاستفهام، وأدوات الاستفهام لها الصدارة. يعني إيه لها صدارة؟ يعني لا يتقدم عليها شيء، وهكذا. ده رأي. طب والرأي الثاني؟ قالك إن أودية أصلها ولم يكفيهم، ولكن معطوفة على مصدر محذوف مستفهم عنه. يبقى ولم يكفيهم دي جملة معطوفة على مصدر محذوف مستفهم عنه بالهمزة. طب ايه بقى الكلام ده؟ قال لك وتقدير الكلام أو ينكرون قدرتنا ولم يكفيهم إنزالنا الكتاب. يبقى ده رأي آخر، ولكن الرأي الأول قريب. الرأي الأول إيه؟ قريب، ولا سيما وأنه يعتمد على أصل من أصول النحو اللي هو صدارة الاستفهام. مفهوم يا أولادي؟ طب نعرف بقى الآية القرآنية العظيمة الكريمة الشريفة. أولم يكفي الهمزة للاستفهام حرف مبني لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح، الواو عاطفة، هكذا. طيب لم أداة نفي وجزم وقلب، حرف مبني لا محل له من الإعراب. يكفيهم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف العلة لأن أصله أولم يكفيهم، ولكن حذفت العلة علامة للجزم. وهم ضمير نصب متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. نعم، أن أداة نصب ناسخة حرف مبني لا محل له من الإعراب. نا ضمير مبني على السكون في محل نصب اسمه أن، وافتح النون كده، اسمه أن، ما نقولش إن، اسمه أن. طيب أنزلنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره دفع كراهية توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ونا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية التي هي أنزلنا في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول الذي يتكون من أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل يكفي. مفهوم يا أولادي؟ أكرر الإعراب. طيب ومثل ذلك ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في حرف الحديد. ومثل ذلك قول الشاعر
البيت المشهور ده أولاد مين عارفه؟ بتاع شاهد الفاعل المؤول. ما عرفش أنا كنت كاتبه فين هنا. كتبته بتاع العمر دوت ولا ما لا لا اتذكر هكذا. نعم اللي هو يسر المرء ما ذهب الليالي او ما ذهبت الليالي. يسر المرء ما ذهب الليالي يعني ذئاب الليالي يسره. نعم من يتذكر بقيته؟ يسر المرء ما ذهب الليالي أو ما ذهبت الليالي يعني إيه؟ يعني المرء بعد البيت يعني على ما أذكره المرء بيفرح إن الأيام بتعدي، لكن ذهاب الليالي ذهاب له. ذهاب الليالي أي انقضاء الأيام، انقضاء لعمره. هذا هو في حكمة. المرء بيفرح ان الايام بتنتهي، لكن انتهاء الايام في حقيقة الامر انتهاء له، أليس كذلك؟ يسر المرء ما ذهب الليالي اي ذهابها. يسر المرء ذهاب الليالي. ما هنا مصدرية يا اولاد؟ ما هنا مصدرية، حرف مصدري. ما ذهب أو ما ذهبت الليالي هكذا. هذا شاهد يعني مشهور في الفاعل الذي هو مصدر مؤول. طيب خلاص. أقسام الفاعل. قال والفاعل على قسمين ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. يعني الظاهر ده لما يقول لك ظاهر يعني إما أن يكون ظاهرا الفاعل، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. والظاهر إما أن يكون اسما صريحا وإما أن يكون اسما مؤولا بالصريح. يعني كل هذا من قبيل الظاهر. لكن المضمر اللي هو الضمير، المضمر هو الايه؟ الضمير. افهم هذا، وهذا امر مهم. الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر ما قلنا سواء كان اسما صريحا نحو جاء زيد او مؤول بالصريح زي يسر المرء ما ذهب الليالي او ان انزالنا ان انزلنا، يبقى كل ده اسمه ايه؟ ظاهر. والظاهر أنا وعيني صريح ومؤول بالصريح. جيد؟ هكذا. فالظاهر أقسام ثمانية. الاسم المفرد المقابل للتثنية والجمع. الاسم المفرد مقابل للتثنية والجمع زي جاء زيد فجاء فعل ماض وقال نوح وهكذا. فعل ماض مبني وزيد فاعل وهو اسم مفرد مذكر كما ترى. والقسم الثاني دي سهلة بقى يا أولاد. قال لك مثنى المذكر نحو جاء الزيدان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. يبقى قال رجلان مثنهم أو جاء الزيدان، فالزيدان فاعل بجاء مرفوع عن رفع الألف نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طب جمع المذكر السالم القسم الثالث جاء الزيدون
قد أفلح المؤمنون، هكذا مرفوع بالإيه؟ بالواو، وجمع تكسير مذكر نحو جاء الرجال، فالرجال جمع رجل وفاعل، هكذا. وفي القرآن برضو كثير جمع تكسير يعني، وقال نسوة جمع تكسيره، هكذا. طيب المفرد المؤنثة قال لك جاءت هند وقالت امرأة فرعون، مؤنثة قرة عين، فاعل بجاء وهو مؤنث لدخول التاء في الفعل وهو مرفوع بالضمة الظاهرة، ومثنى المؤنث جاءت الهندان، فالهندان مثنى مؤنث لدخول التاء في فعلها وهو مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وجمع المؤنث السالم من السالم من التغير نحو جاءت الهندات، وهكذا الإعراب معروف. وجمع التكسير المؤنث جاءت الهنود، فالهند هند تجمع على هندات وهنود، جمع تكسير وجمع سالم. وكذلك زينب تقول زينبات وزيانب، جمع تكسير وجمع سالم، هكذا. وفاطمة الفاطمات والفواطم، هكذا يا أولادي. فكل من الهندات والهنود جمع هند، والأول جمع مؤنث سالم، والثاني جمع تكسير، هكذا. ده كل هذا ظاهر. طب المضمن بقى لك، والقسم الثاني الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، هو 12 نوعا، ثم يفصل الكلام في ذلك. اثنان للمتكلم، اثنان للمتكلم، ومثالهما أكرمت وأكرمنا. فالتاء هنا للمتكلم المفرد، وأكرمنا للمتكلم المفرد المعظم نفسه أو جماعة المتكلمين. وخلي بالك جماعة المتكلمين، لأني واحد سألني جماعة المتكلمين قد ما دون المفرد، يعني لو إسماعيل وفتح الله تكلم عن نفسيهما سيقولان أكرمنا شيخنا، إذا هما اثنين، ومع ذلك استخدموا إيه؟ النا اللي هي للمتكلمين. يبقى النا يطلق أو نحن تطلق على ما دون المفرد، ما دون الإيه؟ المفرد، هكذا. طيب وخمسة للمخاطب، خمسة للمخاطب، وأمثلتها أكرمت بفتح التاء للمذكر، وأكرمتي بكسرها للمؤنثة، وأكرمتما للمثنى. وهنا في حتة كده جميلة، أنا بقول أكرمتم، الميم علامة الجمع. لما أقولك مثلا أكرمكم الله، أكرمكم الكاف هنا ضمير مبني في معنى نصب مفعول به. طب والميم بيقول لك علامة الجمع. طب وأكرمتما أكرمكما، طب الميم هنا إيه؟ قال لك هنا الميم في المثنى، هنا أكرمكما أو هنا أكرمتما، لها تفسيران، وأنا ذكرت تفسيرا واحدا قبل ذلك في 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 مجلس المتممة. سألني واحد أو طالب وقال طب الميم هنا، هنقول علامة الجامعة. النحاء قالوا الميم هنا لا نقول فيها علامة الجامعة، وإنما نقول هي علامة غير المفرد، علامة غير المفرد. ثم الألف هذه هي ألف علامة التثنية، ده تفسير رقم واحد الذي ذكرته في مجلس المتممة.
وبه قال بعضهم. التفسير الثاني تفسير أخص واللي هقوله دلوقتي. هنا لو قال لك أكرمتما، لو أسقطنا الميم من أكرمتما فلصارت الكلمة أكرمتا، أليس كذلك؟ وإذا قلنا أكرمتا والتاء فاعل والألف حرف يدل على التثنية كما في إياكما وإياكم وإياك نعبد، فالضمير إيا. طب والكاف؟ قال لك حرف يدل على الخطاب مش ضمير، لا يجتمع ضميران، فقال لك إياك نعبد وإياك نستعين، الضمير إيا وإياه، الضمير هو إيا. طب والهاء؟ قال لك حرف يدل على الغائب أو على الغيبة، حرف مش ضمير. وكذلك هنا إذا أسقطنا الميم وقلنا أكرمتا، الفعل هو التاء، طب والألف؟ قال لك حرف يدل على التثنية، هذا جائز؟ قال لك جائز، ولكن سيلتبس بأكرمتا الذي للمفرد إذا أشبعنا الألف، إذا أشبعنا حركة التاء للقافية أو للروية أو غير ذلك، ومن أجل لأجل عدم الالتباس راح حاطين الميم اللي هي إيه؟ علامة غير المفرد. فقالوا أكرمتما، وده تفسير ذكره الشيخ العطار حسن العطار في حاشيتي على هنا على اللي عندك دي، في حاشيته على شرح الأزهرية ذكر هذا التفسير، وكنت أول مرة أقرأ هذا. مفهوم يا أولادي؟ مفهوم. طيب أكرمتما للمثنى مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، ثم أكرمتم، فالهنا التاء هنا هو الضمير. طب والميم؟ قال لك دي علامة الجمع، حرف ملوش محل. وأكرمتن، فالتاء هنا هي الضمير. طب والنون المشددة؟ قال لك علامة الإناث، جمع الإناث، حرف لا محل له من الإعراب. والتاء في الجميع هي الفاعل، وهي اسم مبني محله رفع لا يظهر فيه إعراب، لأنه مبني لا يظهر فيه إعراب، يعني لأنه إيه؟ مبني. شوف انظر ماذا قال، والحروف اللاحقة لها، يعني لتاء الفاعل لها، أي لتاء الفاعل، ما قالش له، لو قال له يبقى للضمير، لكن هو قال إيه؟ لها، يعني لتاء الفاعل. والحروف اللاحقة لها لا مدخل لها في الفاعلية، ما لهاش دعوة بالفاعلية أبدا. ما تقولش لا تقل تما ضمير، ولا تقل تم ضمير، ولا تقل تن ضمير، لا، الضمير هو التاء. طب والميم؟ قال لك دي علامة الجمع. طب والنون المشددة؟ علامة جمع الإناث، وهكذا دواليك. مفهوم يا أولادي؟ مفهوم. وخمسة للغائب وأمثلتها أكرمة. طب وفين الأكرمة ده؟ فين الضمير هنا؟ قال لك ده مستتر، تقديره هو أكرمة في نحو قولك علي أكرمة ضيفانة، الضيفان جمع ضيف، ضيف نجمع على أضياف وضيوف وضيفان. ففي أكرم ضمير مستتر تقديره هو، وأكرمت بسكون التاء في نحو قولك هند أكرمت جارتها أو جاراتها على الجمع. ففي أكرمت ضمير مستتر تقديره هي، وأكرم ألف الاثنين ده ضمير، وأكرموا واو الجماعة، وأكرمنا نون النسوة، فالألف والواو والنون هي الفاعل، ومحلها رفع لا يظهر فيه إعراب لأنه
مبني لأنها ضمائر مبني هكذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.